بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حبايبي أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. طلباتكم أوامر. إحنا إن شاء الله هشرح لكم القندورة الجميلة دي بتتعمل إزاي، ودي عليها طلبات كتير جدا، فقلنا نجمع بقى نشوف يعني أكتر مجموعة طلبتها. فإن شاء الله يعني أشرح لكم إزاي بتتعمل. هي سهلة وبسيطة جدا، عبارة عن الصدر مربع في بوست، في المنتصف في كلونة، وعلى الجنبين كسرتين خفاف، وتحطش الأباليك بقى ديت عليها، والكم بتعمل ليه حلزوني. سهلة جدا، وتاخد منك مترين قماش، تاخدي الطول عرض والعرض طول. بسيطة جدا. وما تنسوناش اللايكات وتعليقاتكم الجميلة اللي أنا بشكركم عليها جدا، وكل طلباتكم أوامر إن شاء الله أوفيها. طيب بصي حبيبتي، أنت هتجيبي مترين قماش، تعملي كده، بصي أدي برسل وأدي برسل، خلاص هتروحي مدورة القماش كده. أنت هتاخدي محيط اكبر عندك. طيب انت محيط اكبر عندك قد ايه؟ هنقول كده وليكن 110 مثلا، ادي 110، سيبهم على الاثنين، يعني اذا 55. خلاص 55 ده محيط اكبر، نص محيط اكبر عندك. طيب ضيفي عليهم براح يعني للمقاس، يعني ما تاخديش المقاس بالظبط تشتغلي عليه، خدي حوالي 4 سنتي. ادي 4 زائد 55 يبقى 59. اذا هتيجي بقى بصي، وتاخدي كمان لو عايزاها افاضيه تضيفي 10 سنتي. طيب انت لو عايزاها سك تاخد محيط اكبر عندك وتنزل من غير توسيع، يبقى تاخدي 59. عايزاها بافاضيه واسعه، ضيفي عليها 10 سنتي زائد 3 سنتي للخياطات بتاعه الجنب. طيب يعني اذا هتاخدي محيط اكبر بتاعك 55 النص، وتضيفي عليهم 4 سنتي، خلاص هتضيفي عليهم 10 سنتي توسيع الافازيه، هتضيفي عليهم 3 سنتي الخياطه. اذا شوفي بقى انا حسبتها معاكي ازاي، 67 سنتي انت محتاجاهم. طيب تعملي ايه؟ ادي احنا قلنا اتفقنا ان ده برسل اهو، وايه ده برسل، والقماش معاكي بالطول، تروحي ماسكه القماش كده. احنا محتاجين كام؟ 67 سنتي. تمسكي المزورة بتاعتك كده او المسطرة من القماش من على الطرف كده، وتروحي قايسة 67 سنتي، وتروحي تانية كده. اصبح عندك ادي الامام وادي الخلف اهو، تروحي فصلاهم من بعض. الجزء بقى دوت اللي هيفيد ده تعملي منه، اذا كنت عايزه تعملي كم كلوش نص كم، عايزه تعملي نص كلوش بس، هنعمل الكلوشه اللي هي الحلزوني، يبقى من قطعه القماش اللي باقيه يبقى فاضل عندك، يعني دي هتتقص كده اهي. بصي بقى ادي هتتقص، ادي برسل اهو فوق وادي برسل تحت، ده الطول بتاعنا، وده يبقى العرض اللي هتشتغلي عليه. طيب انت هتشتغلي ده النص كله بتاع الامام، تروحي عامله ايه؟ تروحي عشان بس الفكره توصل، ادي نص الامام وادي نص الخلف، فصلتيهم من بعض، خدتي نص كل الامام اهو، تروحي جايه وتنيه كده، تتني كده، وتبتدي بقى تشتغلي الباترون بتاعك. فهمتي القصه ماشيه ازاي؟ او هتحطي عليه الباترون اللي انت هترسميه ده الافضل عشان يطلع اللبس معاكي مظبوط. طيب نسمي اللبقه ونبتدي. بصي حبيبتي احنا الاول هنشتغل
على الكورساج طالما ان هو بوست ممكن تشتغلي الكورساج لوحده وجيبه الفستان لوحديها على اساس الورق ما بيكفيش او بدل ما تشبكي في بعضه او الكلام ده كله. هتيجي تاخدي طول الظهر بتاعك ادي طول الظهر اهو خلاص. هتيجي بقى خدي خط الاكتاف ادي خط الاكتاف بتاعنا. طيب انت عشان تعملي بقى مظبوط هتيجي من هنا قيسي عرض الرقبة. عرض الرقبة واحنا قلنا بتتعمل ازاي، حضرتك بتاخدي خط كده مثلا محيط الصدر عندك هنقول 96، هنقول على الاتنين فهل 4 فهل 48، على الاتنين فهل 2 4، على الاتنين فهل 12، على الاتنين فهل 6. اذا انت قسمتي ال 96 اللي هو دوران الصدر على 2 4 مرات، ادي 1 2 3 4 هيديكي ال 6 سنتي، ودي بتطلع معاكي مظبوطه بالمسطره. حتى لو عملتي وطبقتي زي الباترون الايطالي لما بتيجي تحددي عرض الرقبه يقول لك خدي محيط الرقبه بتاخدي الخمس بتاعه يعني انت او وناقص 2 مللي، ال 2 مللي دول بيفرقوا خلي بالك. فبتاخدي الخمس بتاع محيط الرقبة بيطلع برضو معاكي نفس النتيجة دي، بس هو اختلاف في رسم الباترون. خلاص هتيجي وتتحركي يعني تجيفي عليها 1 سنتي بقت 7 سنتي خلاص، وتنزلي كده تجيفي على 7 سنتي 1 سنتي وتنزلي بالعمق ده لو عايزة الرقبة مدورة بسيطة كده. خلاص هنيجي نعمل ايه؟ هتيجي بقى تاخدي خط الكتف بتاعك، ادي خط الكتف عندك 12 العرض بتاع الكتف 12. بصوا حبايبي في كتير بيتلخبطوا، احنا بنقول المقاس الصغير النحيف 20 سنتي الخط بتاع الباط. طيب المتوسط بنقول 22 23، الممتلئ 24، وبناخد يعني احنا بنقول بقى بصي وبناخد الخط بتاعنا كده خلاص، وبنقول ناخد 4 سنتي ميل. اقول لك بقى حبايبنا بيغلطوا في ايه، وده يعني لسه واحدة من المتابعين حبايبنا غلطت الغلطة دي عملت ايه بقى، بدل ما تاخد من هنا بصي بقى من بداية من هنا لهنا كده 20 سنتي، لا خدتهم من ميل الكتف. اذا راحت مكبرة الخط بتاع الباط، وسع معاها الباط. شفتوا بقى الغلطة بتيجي منين؟ لا انت خدي الخط اهو وبتروحي نازلة بالمقاس بتاعك 20 او 23 او 24، وبعد كده بتنزلي بخط الميل. خلاص دي قندوره طبعا او دشداشه او قميص للبيت، ضيفي على الدورانات بتاعتك عندك من 4 ل 6 حسب انت عايزاه ضيق عايزاه واسع شويه، ده براحتك بقى انت واخده بالك، عندك من 4 ل 6 او من 2 ل 6 لو عايزاه ماسك قوي، بس هو الافضل هي ال 4 سنتي بتبقى حلو يعني. وبتاخدي ربع دوران الوسط بالشكل ده، ناخد الخطوط الوهميه بس نحدد المسائل بتاعتها. هتاخدي طول احنا خدنا بقى خلصت طول الظهر وليكن 42 40 زي ما يطلع معاكي ده مقاسك، بتاخدي بقى ربع دوران الوسط وبتضيفي عليه ال 4 سنتي واخده بالك، وبتاخدي الربع بتاعه وبتضيفي عليهم 2 سنتي بتوع البنسه يعني حسب حجمك بقى. وفي فيديو هحطه لكم في صندوق الوصف ده بتاع ازاي بتعملي التقسيم بتاع الوسط والجنب تطلعي مقاس البنسه بتاعك بالمظبوط غير ما تاخديه بالتقريب حسب جسمك، لا
شوفوا الفيديو ده هينفعكم جدا جدا، سواء في شميس، في عباية، في تونيك، في جاكيت، اي حاجة، فهحطه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. طيب احنا اخدنا اهو، وتعملي كده يعني، اذا اخدنا ربع الوسط، ربع الوسط زائد قولي 3 سنتي للبنسة، خلاص. طيب احنا هنيجي نعمل الحردة، وده احنا واخدينه من البطرون البروفايلي، ده البطرون المسطح اللي انا بعمله عشان نخلي له قيمة ويبقى يتماشى مع الموديل اللي بتعمليه. لازم ان احنا ناخد من البروفايلي علشان يطلع معاكي القصة مظبوطة وحردة البط معاكي تبقى مظبوطة. طيب هنعمل ايه؟ هتيجي تحددي نقطة الجيرو، هتيجي من بداية خط البط هنا، اكتبي ورايا والحاجات دي تبقي عارفاها كويس. الجسم النحيف من 5 لـ 6، المتوسط 7، الممتلئ 8 لـ 9، وتطلعي بيهم كده وادخلي كده نص سنتي، يبقى اصبح ارتفعنا هنا 7 سنتي. هاي هتيجي ترتفعي كده 3 سنتي، وده برضو من البطرون البروفايلي، وتروحي داخله كده 1.5 سنتي، وتروحي بصي بقى تعملي كده، تخرجي كده 1 سنتي 1.5 عشان بس الحرده بتاعتك تظبطي. بصي بقى امشي بنقط الاول وتروحي، ادي يطلع معاكي البط مظبوط. طيب احنا عايزين بقى نحدد البنسة بتاعت الوسط، هتيجي وده تكة من تكات البطرون البروفايل اللي حطهولك في البطرون المسطح كأنك شغالة بيه، بس طبعا ده لا يغني ان انت تتعلميه. هتيجي خط البط كده، انزلي كده بخطوط وهمية كده، وتروحي قايسة من هنا لهنا من لغاية نص الأمام، وتروحي واخده النقطة بتاعتك. طيب انت عايزة اطلعي بعمود البنسة، وهقولك تعملي ايه. طلعنا بعمود البنسة. طيب احنا عايزين ناخد البنسة بتاعت الصدر عشان نحدد بقى البنسة بتاعتنا هتبقى فين، البروز بتاع الصدر بتاعنا. هتقيسي من عند التقاء الرقبة بالكتف من عندك، وتشوفي يطلع كام بقى، 26 27 30 حسب مقاسك يعني، وتروحي منزلاهم هنا كده. هتاخدي شمال ويمين، ده هنا 1.5 وهنا 1.5، وتروحي عاملة المثلث بتاع البنسة، سهل بسيط ما فيهوش حاجة. طيب انت عايزة بقى الموديل ده الصدر بتاعه بقى رقبة، صدر مربع، ادي الصدر مربع. الجزء العمق بتاع الرقبة بتاع القصة ده بقى زي ما انت عايزاه. احنا هو دوران الرقبة الاساسي بتاعنا اهو، شوفي بقى عايزاه واسع شوية نازل قرب الصدر كده، دي بتاعتك دي تحدديها يعني، بس يعني الانسب انزلي تحت دكولتي الرقبة ده ب5 سنتي 6 سنتي عندك بقى لغاية ما تبقي ادي بروز الصدر بتاعك اهو. شوفي بقى انت عايزة الفتحة بتاعتك قد ايه، وتروحي عاملة الخط كده هنا، ادخلي كده 2 سنتي على حردة الكتف كده، وتروحي حسب بقى ما انت عايزة. ادي الصدر المربع بالشكل ده حسب بقى ما انت عايزاه مرتفع شوية، ده بتاعك انت. وبكده يبقى خلصنا الكورساج، سهل جدا جدا ما فيهوش اي حاجة. طيب نقصه برضو واقولك يتحط ازاي على القماش، وبتجيبي بقى الاباليك بتاعتك اللي هي الكلفة ديت، واخدة بالك، وبتلزقيها في لزق، يا اما بتجيبي فازلين دبل فيس وتلزقي بيه
ممكن تثبتيها بإيدك، يعني ليها كذا حاجة. نقص بقى كده، يعني ديت أسهل حاجة وأسهل طريقة تعمليها. انت عايزة تكملي القصة لغاية بتاعة الصدر هنا، بتطلعي بخياطة عادي برضو ممكن، بس في الحالة دي تاخدي من هنا بس، عشان احنا مش عاملين بتاع 1 سنتي، بحيث ان هي تمسك لك الجزء بتاع الصدر المربع. وطالما انت ماشية بالحسابات مظبوطة هيبقى ان شاء الله مظبوط معاكي. يعني انت ممكن تفصليه، هقولك احنا الاول هنفرغ البنسة اهي وبتتجمع على القماش. ادي البنسة حطها على القماش، بتعلمي وبتخيط على القماش. عايزة تكملي القصة كملي، بس تاخدي بتاع 0.5 سنتي. بصي تاخديها بتاع 0.5 سنتي او ايه سنتي، وتروحي اهي، وتروحي برضو مفرغاها من هنا اهي، تطلع معاكي كده. بصي كل ده بيتخيط. طبعا تسيبي 1 سنتي او 0.5 سنتي للخياطة، خليها 1 سنتي عشان التنظيف الداخلي. وده كان الكورساج. بنيجي بقى للجيبة. بصي بقى، طب ناخد ورقة اكبر. الجيبة بتاعت الفستان هتعملي كده. احنا هناخد محيط اكبر بتاعنا، طبعا بعد الزيادة بتاخدي الربع بتاعه. خلاص، انت في عندك كلونة وفي عندك قصرتين، طب نعمل ايه؟ تمسكي كده، هتاخدي احنا قلنا محيط اكبر بتاعك وليكن 110، ضفتي عليهم 4 سنتي زيادة عشان مراحل الموديل، 114. 114 تقسمهم على 4، 28.5. اذا تاخدي 28.5. احنا عندنا الكولونة هناخد 16 سنتي، كل اتجاه 8 سنتي، يبقى هتضيفي الكولونة 8 سنتي. لما هتيجي تحطي الباترون على القماش هقولك تعملي ايه. 8 سنتي، خلاص. انت عندك قصرتين، اعملي كل قصرة 4 سنتي او 6 سنتي. يعني ازاي؟ ادي القصرة اهي، ادي القصرة، يبقى من هنا 3 ومن هنا 3، وبتعمليها كده. بصي ادي القصرة، ممكن نخليها 3 سنتي، خديها 2 سنتي عشان ما يبقاش يعني واسعة قوي. خلاص، يبقى هنضيف 4 سنتي واربعة سنتي 8 كمان. خلاص، هنقول 8 × 3 = 24، يبقى انت عايزة 44 سنتي. هتاخدي كام؟ ده احنا شغالين كده على الربع، عايزين 44 سنتي. حضرتك تجيبي القماش كده وتروحي عاملة كده. ادي الاول البطرون بتاعنا، لما تيجي تحطي الكولونة، طب انا هرسمهولك. ادي اول كولونة اهي، بصي بتسيبي هنا 8 سنتي اهي، ادي سبت 8 سنتي. خلاص، وتعملي كده، نعمل خط الوسط الاول بالاربعة واربعين سنتي اللي احنا واخدينهم. خلاص، هتيجي هتسيبي مسافة هنا اهي، نشوف برضو الموديل بيقول لنا ايه، جايز عامل الكسر بعيدة. طيب هنا دي 8، سيبي المسافة دي 8 سنتي. يعني اذا هتاخدي هنا 8
وهنا سيبي مسافة. طب ليه احنا نسيب هنا مسافة 8؟ لان احنا الكسرة 16، الكولونة 16، احنا بناخد مسافة نص عرض الكولونة، خلاص عشان ما يجوش على بعض. وتروحي واخدة خط كده، حتى ممكن تشتغلي زي ما انا بعملك كده على القماش، زي ما انا عاملة بالظبط كده. وهتروحي بصي خدي خط كده خلاص، احنا وبالمرك تعملي كده عشان تعرفي دي مسافة خلاص. هتيجي بقى هنعمل بقى الكسرة، عرضها كام؟ 4 سنتش. ادي تقيسي كده، ما انت شغالة بقى على القماش، هتقيسي 4 سنتش وتروحي واخدة علامة. خلاص، وتروحي طالما الكسرة 4 يبقى ناخد نصها مسافة، ادي نص الكسرة 2 سنتش، وتروحي عاملة كده. علمك حاجة، يبقى احنا كده اهي. وهنيجي الكسرة، احنا ما عملناش هنا الكسرة الاولانية ومسافة، وادي الخط بتاع الكسرة التانية برضو عاملها لك عشان تبقي. هي الكسرة معانا هنا هتتقفل على ناحية الكولونة، وطبعا الكسرة انت ما تقفلهاش على، يعني يا دوبك بتخيطيها على الوسط يعني. ادي الكسرة التانية اهي بنفس الطريقة دي. بصي بقى انا سهلت عليكي الموضوع خالص اهو. ادي الكسرة التانية اهي، وطبعا في الاتجاه الاخر بتعملي نفس الحكايه. هوريكي بقى الكولونه هتطلع معاكي ازاي. بصي انت رجعتي بقى الموضوع لاصله اهي. بصي اهي، عايزه بقى تروحي رسمه. انا كده بدل ما ترسمي على البطرون وتعملي تشريح، لا انا وريتك ازاي تعملي على القماش على طول. تروحي بس مسرجه كده ومثبته. هتيجي بقى خدي ادي، هتروحي نازله كده، ده فستان هتنزلي 22 سنتي، نزلنا 22 سنتي اهي خلاص. هتقيسي ربع محيط اكبر عندك، هتقيسيه بقى منين؟ من هنا اهو، من عند الخط بتاع نص الكولونه اللي احنا هنخيط عليه ده. واخده بالك؟ بتقيسي من هنا بالشكل ده عشان تعملي بس مظبوط. امشي بس معايا واحده واحده. وتيجي بقى هنا هناخد كده، هتشوفي بقى هنا الوسط بتاعك هتاخديه برضو من هنا الناحيه المقفوله. خدي ربع الدوران، طبعا هو هيطلع يعني مظبوط على اللي انا عاملاه ده، بس انت طبعا هتشتغلي بالمقاسات مظبوطه. ادي وتروحي منزلاه مستقيم كده، ادي الجيبه بتبقى بالشكل ده. انا مش هقصقص، طب اوصلكوا الجزء ده برضو هتطلع بالشكل ده. طيب اوريكم بقى الكولونه لما بصي الكولونة احنا هنا عاملين، معلش مدبسين الاتنين مع بعض خلف وامام، وتسرجي بصي من فوق، تسرجي بس تحددي الكسر بتاعتك وتروحي ممكنة بس من على الوسط. بصي بقى احنا هنا الكولونه تسرجيها بالخيط
والإبرة عشان بس تحددي مكانها. بس ادي بتبقى بالشكل ده معاكي. بس عشان ايه الورق ناشف. الورق متعب جدا، بس احنا هنتغلب على الموضوع ده. بس عشان اوريكم الكولونه، ادي الكولونه اهي. بصوا الكولونه اهي في النص هتبقى بالشكل ده. ممكن بقى اشيل الدبوزه واقول له شكرا. ادي بصي هتبقى كده اهو معايا. ادي الكولونه بتبقى بالشكل ده، بدل ما تقعدي تعملي الجيبه على وتعملي خطوط وهتشرحي وتحطي، لا نفس اللي هنعمله على الورق. احنا بنعمل خطوط، بس احنا الخطوط دي بقى اخدناها بالمقاسات بتاعتها على الجيبه، بتبقى معاكي بالشكل ده. ادي اهو طبعا دوت الكسر جايه ناحيه الجنب، بس هنا طبعا انت هتخليها ناحيه النص الامام، وبتبقى الكولونه اهي زي الموديل. بصي اهي مفتوحه، خلي بالك يعني الكولونه ناحيه نص الامام خلاص، اللي هي الكسره ناحيه نص الامام. لسه ما شربناش القهوه معلش. طيب احنا عملنا كده الامام. الخلف بقى هقول لك تعمليه ازاي. انت الخلف هتاخدي طول الكورساج بتاعك عادي خلاص. ادي الكورساج اهو، مفيش اي مشكله. نفس اللي انت عملتيه عرض الكتف اللي هو عرض الرقبه، وهتاخدي الكتف بتاعك وتنزلي بالاربعة سنتي، تروحي نازله بخط البط زي ما احنا قلنا من عند خط الاكتاف كده، نفس اللي انت عملتيه. وهنا الربع برضو الصدر اهو، بس هنا بقى تكه من تكات البطرون البروفايلي، اطلعي 4 سنتي تروحي عامله كده، تدخلي بس نص سنتي كده. احنا مش عايزين فيها حرده كبيره، الخلف ما فيهوش حردات كتير، بيطلع معاكي كده خلاص. وادي برضو واخده ربع الوسط برضو بمقاس البنسه وكله. هتيجي بقى البنسه خدي منها واحد ونص هنا وواحد ونص هنا، واطلعي من فوق خط التنصيف ده بتاع من عند خط الباط، اطلعي 5 سنتي، يديك التكسيم بتاعت الظهر، تبقى جميله جدا، بتقسم اللبس بيبقى شكله شيك، لان احنا ظهرنا مش حته واحده، احنا عندنا انحناءه بتاعت العمود الفقري، فدي بتظبط معاه خلاص. هتيجي بقى احنا هنا خلاص خدنا المقاس اهو، هتيجي بقى تروحي ايه قايسه من هنا لهنا، مش تاخدي من التقسيم، لا خدي من البدايه كده خلاص، وتروحي مقسماه بالشكل ده، وتروحي ارتفعي 16 سنتي. انت هنا اخدتي الواحد ونص في الجنب، انت ممكن ما تاخدهوش في الجنب بقى، وتاخديه شمال ويمين ويمين العمود ده، بتطلعي بيه 16 سنتي لأي مقاس، وبتروحي واخده 75 مللي من هنا و 75 مللي من هنا. عندك الحالتين، لو عايزه بنسه في الظهر بالطريقه دي اعملي الشغلانه دي، بتستكفي بالبنسه في نص الظهر تعملي التقسيم بتاع الجنب ده. طيب اللي هتيجي بقى للوسط برضه هناخده على قد اللي انت واخداه بتاع الوسط زائد البنسه ماشي. وهتيجي بقى كده هنا هتاخدي ربع الوسط بعد الزياده زائد البنسه خلاص، وبتروحي من الصفاه كده ماشيه مع البنسه اللي فوق عشان بس كده، وانزلي بقى بعمود البنسه في الخلف ده بيبقى 13 سنتي 13 سنتي، تروحي قافلاه بالشكل ده.
ده بقى ممكن يعني خديه نفرغه وخديه على القماش. بتيجي بقى تنزلي 22 سنتي عشان نحدد نقطة محيط اكبر. تاخدي برضو ربع محيط اكبر بعد الزيادة وتروحي نازلة بالطريقة دي بالشكل ده خلاص. وانزلي بقى العباية او القندورة او الدشداشة دي مفيش فيها توسيع في الديل، شكلها باين واخدة الجنب محيط الجنب ونازلة بيه. عايزة توسعي خدي عشر طول جبت الفستان او القندورة حسب ما تحبي، يطلع معاكي شغلك مظبوط ما فيهوش اي غلطة. تروحي عاملة كده بس مظبطة عشان التدويرة دي تيجي معاكي مظبوط. عايزة توسيع اعملي كده، عايزة توسيع اعملي كده. انا بديكي كل الحالات وده كان الخلف. طيب هنيجي بقى للكم. الكم حلزوني، هقول لك طريقة بسيطة وسهلة تعمليها. تعملي ايه؟ بصي، جيبي قطعة قماش هيبقى فايد عندك حسب يعني، افرضي القماش عندك مش مكفي، حطي قطعتين على بعض 30 في 30 40 في 40 حسب اللي موجود عندك، وتروحي عاملة كده. ادي القماش اهو احنا عايزين، هتروحي عاملاه كده خلاص، هتظبطيه كله مع بعض بالشكل ده. بصي بقى عندك ال عندك التبويز، لحظة واحدة بعتذر يا حبايبي معلش خدت من وقتكم. هتيجي بقى بصي احنا ادي القطعه معانا اهي، وهتروحي عاملاها كده خلاص بقت في البوزه اهي، وتروحي واخدها تاني كده خلاص اهي، خديها تاني ما جراش حاجه اهي عشان احنا عايزينها. بصي وخديها كمان على قد ما تقدري اهي، بصي عشان يديك الشكل اللي انت شايفاه في الموديل خلاص. هتيجي بقى بصي انزلي هتاخدي من هنا من جزء بقى ده اهو الطول بتاع خديه 20 سنتي او 15 سنتي، ادي العشرين لو قلنا العشرين ادي العشرين هتبقى كبيرة، خليها 15 سنتي اللي هو الطول بتاع الحلزونة اللي على الكتف الكورنيش دي، خليها 15 سنتي خلاص. وتروحي قايساه بقى من هنا اهو، هتقيسي 15 سنتي لغايه هنا زي ما يطلع معاكي، وتروحي برضو من هنا هنقيسه برضو 15 سنتي، واخده بالك اهو. انا بس عشان خاطر ايه ونروح مقصقصينه بقى الورق جامد، هنروح مقصقصينه كده ونروح برضو الجزء اللي دوت بقى مش عايزينه اهو، بصي بقى اهو هيطلع معاكي ازاي، تلاقي معاكي اتنين الكمين اهم، وهنروح عاملين كده طريقة سهلة وبسيطة غير ما ترسمي تحطي على القماش والكلام ده اهو، هيطلع معاكي شفتي. ولو حبيتي تديله شبه كسرات مفيش مانع زي ما انت عايزة، بس هو الكم مفيش كسرات طبعا عشان الورق ناشف بيبقى، لكن القماش بقى هيبقى معاكي يدي الفلونات دي.
بصي يطلع ازاي، ويبقى دوت عملتي القندورة الجميلة. واي استفسارات اي حاجة اكتبولي، وان شاء الله اكمل لكم بقية الفيديوهات، والقاكم على خير باذن الله. السلام عليكم.